انضم لنا على التليفون تعليقا على هذا الخبر وهذا البيان الأستاذة سلمى أشرف، مسؤولة الملف المصري بمنظمة هيومان رايتس مونيتور. أستاذة سلمى أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. أستاذة سلمى، اختصيتوا العقرب وأطلقتوا عليه مقبرة العقرب. أنتم الآن على يقين أن العقرب هو الأكثر قهرا والأكثر ظلما للمعتقلين والمسجونين في هذا التوقيت من عمر مصر؟ الحقيقة فعلا العقرب المعتقلين اللي فيه بيلاقوا أنواع شديدة جدا من التنكيل بيهم والتضييق عليهم وقتلهم، قتل البطيء عن طريق الإهمال الطبي وعن طريق التعذيب أحيانا. فسجن العقرب لوحده طلع منه 6 أشخاص تم قتلهم بالإهمال الطبي، ولا زالت الممارسات مستمرة ومتصاعدة. يعني التنكيل اللي بيحصل بالمعتقلين في العقرب، وهم أغلبهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، هي فعلا سياسة قتل بطيء بتمارس ضدهم، والامر كله مسيس بشكل واضح جدا لكافه العالم. يعني انه السجن ده مختص بالقيادات المحطوطه جواه، وبيتمنع عنهم الزياره وبيتمنع عنهم الترايب، وكلهم محبوسين في حبس انفرادي. يعني الحبس الانفرادي ده لوحده قد يؤدي للجنون، غير الامراض الثانيه اللي هي الموجوده بسبب سوء الظروف بتاعت الاحتجاز اللي موجوده فيه. غير كده كمان المعتقلين اللي في العقرب، بالاضافه لان هم موجودين في زنازين انفراديه، بيتحولوا كمان لتأبيد، اللي هو زنزانه ابشع برضو انفرادي، لكن الظروف اللي فيها ابشع بكتير. يعني ما فيهاش فتحات تهويه مطليه بالاسود، ما يقدروش ان هم يسمعوا حد ولا يكلموا حد، في عزله تامه عن العالم. فالقرار اللي طلع في بدايه شهر 7 ده، يعني قبل العيد، طلع بانه ودي اول مره يطلع قرار. يعني هو كان قبل كده بيتم منع الزياره، ولكن مش تطلع بقرار، المره دي قرار رسمي بمنع الزياره عن افراد معينين، هم دكتور اسامه ياسين ودكتور باسم عوده ومرشد جماعه الاخوان دكتور محمد بديع، دكتور محمد البلتاجي وغيرهم، دكتور صفوت حجازي ودكتور سعد الكتاتني. يعني اشخاص معينين هم معروفين بان هم قيادات للاخوان المسلمين،